لي انا محتاج لكل جنيه. يعني الدوله حضرتك هي يعني مش لوحدها، هي المفروض ان الشعب كله يبقى عارف الاحصائيات اللي موجوده في وزاره الماليه. لازم يعرف ان عجز الموازنه 322، لازم يعرف ان الدين العام الخارجي 52 مليار دولار. تمام. فانا بالنسبه لضريبه القيمه المضافه هي يعني بالنسبه للدوله هتضيف لها حاجات، وبالنسبه لمصلحه لا عفوا معلش الرقم 52 مليار دولار ده ضريبه ايه؟ لا ده الدين الخارجي. الدين الخارجي 52 مليار. يا فندم. والدين الداخلي حضرتك ده 2000 وزياده 2000 3 تريليون. فانت حضرتك 2900 مليار. بالظبط. احنا بنقول 3 تريليون. طيب فانا حضرتك بالنسبه لضريبه القيمه المضافه هي اهم حاجه، بس هي هترجع للمواطن في ايه؟ هترجع للمواطن ان هي طبعا في الموازنه، ولازم احنا نبص للموازنه. انا ما ببصش للمواطن، هو المواطن عايز يشوف ده هيرجع له في صحه، في تعليم، بعدين. في خدمات، في كذا في كذا، لان المواطن هو يعني على كاهله حاجات كتيره جدا، والحكومه اعتقد كل برامجها اللي بتحاول ان هي تطرحها عشان تريح المواطن وعشان تساعده في انه يحيا حياه كريمه. بس حضرتك مش المواطن مش هيحس بضريبه القيمه المضافه، لان هو هيحس بايه؟ بارتفاع اسعار. تمام. ارتفاع اسعار طبعا. تمام. طبعا يا فندم، وده اللي هو يعتبر يعني بدا من دلوقتي. يعني انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، ساعه ما اعلن عن تخفيض قيمه الجنيه البورصه ارتفعت. البورصه ارتفعت، يعني ده تصريح. ساعه ما تم تخفيض قيمه الجنيه الدولار زاد. وانا حضرتك مشكله الدولار دي مشكله، هو الدولار اسبابه كتيره برضه يا استاذ محمد، من ضمنها ان مفيش عندنا انتاج حقيقي، مفيش تصدير عندنا، مفيش سياحه بالشكل المطلوب اللي كانت عليه من قبل 2010. ايوه انا عاوز اضيف حاجه بس حضرتك بالنسبه للدولار. احنا لو احنا حضرتك تكلمنا عن موضوع الدولار وسعره والكلام اللي يدار في مصر حاليا من ارتفاع سعر الدولار، وان الدولار سوف يصل الى كذا والدولار سوف يصل الى كذا. احنا لازم نسال حضرتك، معلش انا لازم اسال نفسي، ما هي موارد الدولار؟ موارد الدولار انا حضرتك في 3 اشياء. اولا ايرادات قناه السويس. تمام. ايرادات السياحه. انا بسال المواطن العادي، فين ايرادات السياحه حضرتك بعد السياحه متاثره باسباب كتيره جدا من 2000 من 2011. لا انا مش عاوز ادخل في تفاصيلها، بس انا عاوز اقول ان من 2011 لغايه 2016 احنا ما عندناش سياحه. تمام. يعني ما عندناش دولار. طيب خلينا يعني هنخرج من الزاويه اللي هي فيها المضافه والقيمه والضرائب والحاجات دي، هروح مع حضرتك لاسواق المال العالميه اللي تعافت بشكل نسبي او باخر. يمكن كان تاثير زي ما ذكرت حضرتك الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، خروجها اثار الجدل كتير واثر كتير علينا. خليني اسال حضرتك النهارده، المستثمرين العرب والاجانب اتجهوا نحو الشراء، اسباب ودوافعهم ايه؟ العرب والمصريين اتجهوا نحو الشراء. بص حضرتك، احنا من الاسبوع اللي فات والمصريين هي الصفه المميزه لدعم السوق المصري بعكس الاجانب. يعني حضرتك احنا لما كنا بننظر لفئات المستثمرين بنشوف الفئات الاجانب هم اللي بيتم الشراء، فكنا بنشتري خلفا للاجانب. اللي انا ملاحظه واللي انا مبسوط منه جدا الايام ديت، وخاصه الاسبوع اللي فات والاسبوع ده، ان الصفه المميزة للمشتريات هي شراء ودعم المصريين للبورصة المصرية. تمام. فحضرتك احنا لاحظت النهاردة زي ما حضرتك تقرير حضرتك قلته ان المصريين النهاردة فرق بيع وشراء المصريين كتير. 48 مليون. 48. حضرتك العرب 5 مليون. النهاردة الاجانب بايعين بكام؟ ب 53 مليون. طب دي حاجة مبشرة جدا. خلينا نروح لقطاع العقارات، وكان في مقدمة السوق النهاردة، وده كان حجم التعاملات فيه استحوذ على 26% من قيمة التداولات. يعني دايما قطاع العقارات معروف انه يعني لما بينهض بيستدع قطاعات مختلفة كتيرة لانه متشعب في الحياة. متشعب. تقييم حضرتك ده ايه النهاردة؟ بص حضرتك، احنا موضوع الاسهم العقارية احنا كمستثمرين او خبراء في السوق، اللي بيحرك السوق بجد هو اسهم العقارات. الاسهم العقاريه. فانت حضرتك عندك مثلا عندما تم الاعلان او الخبر غير مؤكد عن استحواذ سودك على مدينه نصر، هو ده اللي حرك السوق المصري. تمام. حركه ايجابيه. فانا اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه اسهم العقاريه ان شاء الله هتتحرك وهتبقى هي القائد في السوق المصري ان شاء الله، بعد حضرتك بعد العاصمه الاداريه دي حضرتك كل اسهم العقاريه كلها ان شاء الله هتتحرك بما فيهم السوق. طيب كنت اسالك على الاسهم القياديه والاسهم الصغيره، ويمكن كان في استحواذ بشكل كبير من هنا ومن هنا. طيب حضرتك احنا لو بصينا للاسهم القياديه
اول سهم قيادي هو البنك التجاري الدولي. البنك التجاري الدولي، البنك التجاري النهارده نزل. هو بقاله فتره حضرتك من 42 ل 43. اسباب النزول، اسباب النزول هي غير واضحه، ولكن انا بقول لحضرتك ان هو اصلا في جي دي ار، يعني ممكن سبب في جي دي ار ان هو نازل. يعني اسهم البنك التجاري في جي دي ار نازله. فهو البنك التجاري النهارده، يعني انا حضرتك انا بجد مبسوط ان البنك التجاري صراحه نزل لسبب واحد، ان الاي جي اكس 30 من 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 اسهم الاي جي اكس 30 البنك التجاري بيستحوذ على نسبه 26.8%. فعندما تجد ان البنك التجاري بيرتفع تجد ان كل المؤشر قد ارتفع، المؤشر العام مره ثانيه. مره ثانيه حضرتك تعال نشوف، نعمل اسقاط على المستثمر. انا عايز اكون معاك واشوف كل قطاعات. قطاع الخدمات الماليه كان برضو ليه دور، وقطاع الاتصالات ادوارهم ايه؟ بص حضرتك، انا قطاع الاتصالات والخدمات الماليه، انا لو اتكلمت على قطاع الاتصالات، قطاع الاتصالات بعد خبر الاستحواذ على سي اي كابيتال، احنا شفنا مثلا زي سهم، انا اتكلم على سهم اوراسكوم للاتصالات مثلا، لان ان هو بدا في مرحله النزول، لان الخبر اللي هو كان بيطلعه بدا ينزل. تمام. اما المصريه للاتصالات، السهم المصرية للاتصالات ده حضرتك من الأسهم القيادية الموجودة في السوق، وأنا أعتقد أن المصرية للاتصالات من الأسهم اللي هي هنشوف الفترة اللي جاية بعد استحواذها أو بعد الإرساء على موضوع الجيل الرابع، الشبكة الرابعة. كمان يا فندم، من المصرية، رأي حضرتك إيه لو شركة المصرية للاتصالات هي اللي تحوز الشبكة الرابعة؟ أنا صراحة أنا يعني أحيي إن وأؤكد وأحب ان هي المصريه للاتصالات الصراحه هي صراحه، يعني لان احجام حجم اعمال المصريه للاتصالات رائعه. يعني حضرتك لو بصيت في الميزانيه حجم اعمالها ممتازه. فانا اعتقد ان السهم ده النهارده مثلا قافل اخر عمليه 9.17 جنيه. السهم ده غير مقيم في السوق المصري تقييم عادل. تمام. انا شايف ان هو اعلى، نتمنى انه يتم تقييمه في السوق المصري. وحضرتك خبير اسواق المال، خلينا اروح مع حضرتك عن توقعاتك لاداء البورصه الاسبوع اللي جاي. تمام. البورصه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله لن تختلف عن الاسبوع دوت. احنا برضك هنمشي باتجاه عرضي. حضرتك احنا شايفين بعد ما بيظهر اي خبر قوي في السوق المصري بيعقبه تاثير ضعيف، يعني الاسهم بتبقى ماشي في خط عرضي. حضرتك الخبر القوي كان تخفيض قيمه الجنيه، لم يحدث وتم نفيه زي ما قلنا في اول الحلقه. حضرتك دلوقتي احنا داخلين على مرحله تعريض، لان البورصه البورصه فعلا محتاجه لتحفيز. حضرتك كان زمان، حضرتك كان المسؤول عن البورصه المصريه او المسؤول عن تنشيط البورصه المصريه بيقوم بتم بطرح ورقه ماليه قويه جدا وفاندمنتال قويه وبسعر غير مغالى فيها. حضرتك من 2011 لغايه 2016 لم يتم طرح ورقه ماليه فاندمنتال وسعرها. احنا محتاجين فعلا اموال في السوق المصري. فانا اعتقد هجاوب على سؤال حضرتك ان الفتره اللي جايه الاسبوع اللي جاي السوق هيمشي بخط عرضي برضك. احجام التداول هتبقى ضعيفه من 300 ل 500، بجانب ان البورصه ان شاء الله بعد الدروب اللي حصل النهارده اعتقد ان يوم الاحد ممكن تبدا تتماسك. بس انا بقيت الاسبوع ما يعني اشكرك استاذ محمد عبد الهادي، شكرا جزيلا على حضرتك معانا. شكرا لحضرتك، ومبسوط بالتفاعل بتاع حضرتك. الله يخليك، شكرك، شرفتني يا فندم. شكرا جزيلا، شرف لي يا فندم. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من مؤشر النيل. غدا حلقات جديدة مختلفة ومتنوعة، تابعوا برامجنا ونشرتنا المختلفة على شاشة الأخبار. إلى اللقاء.